سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. في هذه النشرة، وزير الداخلية يرعى تدشين مركز خورهانجار للمهاجرين. ودوليا، وفاة طفلين وخمسة مهاجرين غرقا قبالة لسبوس اليونانية. أهلا بكم. عقد وزير العمل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد علي حسن بهدون صباح اليوم اجتماعا في صالة الاجتماعات بالوزارة مع مجمل الجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات العامة في مجال العدل، أمثال رؤساء المحاكم ونقابة المحامين وكتاب العدل، إضافة إلى الجهات المعنية ذات صلة بالعدالة. هذا وجه الوزير توجيهات للأهداف المحددة وتنفيذ خطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية في ولايته الأخيرة، وهي الخطة الخماسية الناتجة عن الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، إضافة إلى الخطوط العريضة الهادفة إلى إنجاز هذه الأهداف، وهي بناء قدرات المواد البشرية والقدرات المادية وتوفير الدورات الملائمة للقوضاة الجدد التي تلبي المعايير والإجراءات الجديدة الناتجة عن الإصلاحات، وتعزيز المفهوم المسؤولية لدى الموظفين وإظهار الصورة الجيدة التي يستحقها هذا العمل النبيل. تم صباح اليوم تدشين مركز خورهانجار لتوجيه المهاجرين، وذلك بحضور وزير الداخلية سيد مؤمن أحمد شيخ ووزيرة المرأة والأسرة سيدة مؤمنة حمد حسن وأمين الدولة المكلف باللامركزية سيد حمد محمد عرميس وسفير الياباني في جيبوتي سيد كوجي يانتاني وممثلين من منطقة أوبوخ أمثال النائبة فاطمة وحاكم المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي والمكلفة بمهمة الهجرة الدولية السيدة لاليني فيراسامي وقائد خفر السواحل العقيد وعيس عمر بقري، إضافة إلى شخصيات المدنية رفيعة المستوى من منطقة وبخ وضباط من خفر السواحل. ويندرج هذا المشروع في إطار حماية المهاجرين، وذلك بتمويل من الحكومة اليابانية وبتنفيذ من منظمة الهجرة الدولية. أدى وتم تدشين المرحلة الثانية من هذا المشروع اليوم لضمان حماية الحدود البحرية وتقديم العون للمهاجرين. ويتكون هذا المشروع من مبنيين إداري ومخزن للإسعافات المنكوبين وعيادة طبية مجهزة بأحدث التجهيزات. وفي مداخلة لها، قدمت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للهجرة قدمت الشكر والتقدير للسلطات المحلية في منطقة أوبوخ على الترحيب الحار، كما رحبت بجميع الحضور في هذه المناسبة. إن المرحلة الأولى التي أطلقت بتمويل من قبل الحكومة الأمريكية هدفت إلى وضع بعض الأدوات والأجهزة الأساسية، بينما المرحلة الثانية التي تأتي بتمويل من قبل الشعب الياباني أعطت الفرصة لإنشاء هذا المركز، وذلك من خلال توفير جميع الأدوات المتطورة في المركز. وأشكر الشعب الياباني على تقديم المساهمة المالية، حيث أن هذه المساهمة المالية تقدر بأكثر من 265 ألف دولار بغية تمويل هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا. كما تمكنا أيضا لإنشاء مركز إداري خاص بالمهاجرين وعيادة، وذلك لتقديم الدعم الملائم للمهاجرين. وأشيد بالدور الرائد الذي سيلعبه هذا المركز في مختلف المجالات لإدارة مسألة المهاجرين الذين يصلون في المنطقة وتقديم لهم الدعم، علما أن منذ بضعة سنوات هناك تدفق كبير في وصول المهاجرين في الأراضي الجيبوتية، وهم بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الضرورية الغذائية والصحية وغيرها. وأنا أنتهز هذه الفرصة لأشيد بدور الحكومة الجيبوتية التي تعطي اهتمام كبير تجاه هذا الموضوع، وهي دائما متعاطفة مع هذه المسألة، وطالما تعاملت ودائما مع هذه القضية بطريقة إنسانية جدا. نحن نعمل بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بغية تقديم العون والمساعدة للجهود التي تبذلها السلطات الجيبوتية، وذلك للعمل بشكل فعال لصالح
أمن في المناطق البحرية، وإن هذا المركز التابع لخفر السواحل يهدف إلى تحسين عمليات الإنقاذ في المناطق البحرية. السفير الياباني المعتمد في جيبوتي السيد كوجي ينتني بدوره أشار قائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد عمر وعيس بقره، أشار إلى أن الجهود المقدرة التي تقدمها عناصر خفر السواحل الجيبوتية ستتواصل. تجهيزاتي والنقل السيد موسى محمد أحمد، وباسمي شخصيا أود أولا أن أتقدم بالشكر لتلبية الدعوة لحضور حفل تدشين المرحلة الثانية لمركز المراقبة في خور أنقار، بغية تقديم الدعم المناسب والسريع للأشخاص المنكوبين أثناء غرقهم في البحر. وإن عناصر خفر السواحل تعمل يوميا وبشكل متواصل في المياه الإقليمية لمكافحة المهربين يعرضون حياة المهاجرين في الخطر، وإن احترام حقوق وكرامة المهاجرين ومعاملتهم تولي اهتماما بالغا في سياسة الحكومة الجيبوتية التي تعمل دون كلل في إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الحياة البشرية، كما أن هذا المركز يشكل تقدما رئيسيا وآلية هامة لتقديم الدعم الإنساني الأول والعناية الطبية والمساعدات الغذائية للمهاجرين الذين تم إسعافهم واستقبالهم بكل احترام. وخلال هذه المناسبة أؤكد امتناني لمنظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لجهودها المتواصلة ودعمها في تقديم العون والمساعدة للمنكوبين المهاجرين. من جهتي أعرب أمين الدولة المكلف باللغة المركزية سيد عرميس عن شكري وامتناني لمنظمة الهجرة الدولية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على ما تقدمه من مساعدات للمهاجرين. تدشين مركز التوجيه للهجرة في قرى أنقار بمنطقة أبوخا سواحليهم، أعرب أمين الدولة للامركزية السيد حمد محمد عراميس لمنظمة الهجرة الدولية والتعاونية اليابانية عن شكره وامتنانه لدعم المقدم لصالح المهاجرين القادمين من الدول الجوار الذين يمرون عبر سواحلنا، موضحا أن أغلب المهاجرين هم الشباب الذين يعانون من البطالة في بلدانهم، وحث منظمة الهجرة الدولية وشركاء الآخرين بتعزيز أنشطة الدعم للأهالي المحليين والهياكل التنمية الأساسية وقدرات التجمعات المحلية والحاكميات الذين لديهم وسائل قليلة لإدارة وإسعاف ضحايا الحوادث أثناء مرورهم سواء كان برا أو بحرا. وتوعد السيد حمد محمد عراميس منظمة الهجرة الدولية أن الأهالي سيقومون بدعم عناصر خفر السواحل في إدارة تدفق اللاجئين وتقديم خدمات لمركز التوجيه للهجرة في قرى أنقار الذي تعد نقطة انطلاق للمهاجرين اتجاه دول الخليج. من جانبها رحبت وزيرة المرأة والأسرة بجميع الحضور، أشارت إلى أن جيبوتي بلد مضيفة تستقبل اللاجئين القادمين من دول الجوار. اسمحوا لي أولا أن أذكر خصوصية جمهورية جيبوتي والشعب الجيبوتي المعترف بها، نحن معروفون كشعب وبلد مضياف في ظل هذا التدفق للهجرة. نحن أكدنا مرة أخرى الميزة التي تعرف بها جمهورية جيبوتي، إن اختيار هذا الموقع مهم للغاية، لأن من خلال هذه المبادرة حكومة جيبوتي مع شركائها المنظمة الدولية للهجرة والحكومة اليابانية اختاروا جميعا هذا الموقع من أجل تخفيف من معاناة سكان من المهاجرين الذين يواجهون موقف صعب وهم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة في مختلف المجالات، حيث أن أكثر من 20% منهم هم من الأطفال والنساء. وأنا أشيد بهذا الاختيار لهذا الموقع لافتتاح المركز وحرص خفر السواحل الجيبوتي الذي كان صارما وداعما لهذا الاختيار، كما أرغب في إرسال رسالة
إلى أهالي في هذه الناحية في منطقة أبخ في مختلف أعمارهم صغارا وكبارا. عليكم أن تحافظوا على الميزة التي تعرف بها بلادنا وتكونوا حارسين في استضافة الأشخاص الذين يغادرون منازلهم بحثا عن الأمن والحياة الملائمة للعيش. شكرا للسفارة اليابانية وشكرا لمنظمة الهجرة الدولية وشكرا للخفر السواحل الوطني. وزير الداخلية سيد مؤمن عثمان شيخ أثنى في مداخلته على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين أي جمهورية جيبوتي والدولة اليابان. ما تقدم بجزيل الشكر لليابان على دعمها المتواصل لبلادنا، كما نثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الجيبوتية لارتقاء بأوضاع الأشخاص الذين هم في وضعية صعبة سواء كانوا من سكان أو المهاجرين. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشعب الياباني قدم كثيرا في هذا المجال، ولا يسعنا إلى أن نقدر هذه المساهمة. وإنه مما لا شك فيه أن هذه المنشأة الحيوية تكتسي أهمية الكبرى، ولا سيما بالنسبة لخفر سواحل جيبوتي والذي سيستخدم هذا المركز لتخفيف من معاناة المهاجرين وفئات ضعيفة. وننتهز هذه الفرصة لتقديم وافر الشكر وعظيم الامتنان إلى منظمة الدولية للهجرة والتي تعمل جاهدا في سبيل رعاية المهاجرين على وجه الخصوص. وأود أن أحث سكان منطقة قرعنجار على عناية بهذا المرفق الألهم. نادى وزير الداخلية سيد مؤمن شيخ عثمان. استقبل وزير المالية والاقتصاد سيد إلياس موسى دولي اليوم نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك على رأس وفد هام. هذا وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة القائمة بين جيبوتي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إضافة إلى طرق وسبل تعزيز المسائل المتعلقة بإدارة المالية العامة. كما ناقش الطرفان آفاق التعاون في البرامج والأنشطة القطاعية وتعزيز العلاقات بين جيبوتي واليابان. حضر هذا اللقاء مستشار وزير المالية السيد مؤمن إسماعيل والآنسة سيمان علي. استقبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود اليوم في مكتبه نائب وزير التربية الوطنية التركية السيد ريحة دينامي. وجرى هذا اللقاء بحضور السفير التركي في جيبوتي السيد ليفنت شاينكايا والأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب والمدير التعليم الفني والتكوين المهني السيد عبد القادر حمد. وخلال هذا اللقاء تبادل طرفان سبل وطرق تعميق وتعزيز التعاون في مجال التعليم بين البلدين. كما استعرض الوزير مطولا سياسة التعليم في بلادنا، كما ركز الوزير حول الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم في جيبوتي، إضافة للسياسة الرقمية والتأهيل المهني التي اتخذت لإعطاء الفرص للشباب الجيبوتي للحصول على المعرفة والقدرات الضرورية في العصر الحديث. وناقش الجانبان الدورات التدريبية المتواصلة في مجال التعليم الفني والمهني والرقمي. واتفق المسؤولان حول وضع برامج لتبادل المؤهلين الذي يقدمون دورات تدريبية لصالح المعلمين الجيبوتيين. استقبل وزير الصحة سيد محمد ورسام ديري اليوم في مكتبه سفير جمهورية فرنسا لدى بلادنا السيد كريستوف جيو برفقة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد فيليب كوليون. وجرت هذه المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة الدكتور صالح بنويتا تراب ومديرة الدراسات والتخطيط والتعاون الدولي السيدة فاطمة علي. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولا سيما في المجال الصحي. كما استعرض طرفان السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الرامية لتعزيز التعاون الصحي، ولا سيما المشروع الصحي الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية.
هذا وأشار الوزير محمد ورسمة ديريه أشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين التي تعد ثمرة للعلاقات المتميزة بين جيبوتي وفرنسا. وزير العمل يشارك على رأس وفد هام في أعمال مؤتمر العمل الدولي الثامن بعد المئة التي تعقد في جنيف. ويستمر المؤتمر الذي حمل عنوان بناء مستقبلا أفضل مع عمل أفضل حتى 21 يونيو الجاري. وشهد المؤتمر عقد اتفاقات دولية حول حياة العمل ومناقشة انتهاكات الاتفاقيات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية. وفي إطار المؤتمر سيتم تشكيل لجنة لتحديد المعايير المتعلقة بالعنف والتحرش في بيئة العمل واللجنة المالية ولجنة تطبيق المعايير. نظمت وزارة التجهيزات والنقل ورشة عمل تمتد لمدة 3 أيام وذلك في إطار برنامج تنفيذ الإدماج الإقليمي في منطقة في منظمة الكوميسا. وتهدف أعمال هذه الورشة إلى تعزيز تشريع جمهورية جيبوتي المتعلق حول النقل البري للبضائع طبقا للنصوص القضائية للأطراف المعنية في قطاع النقل. ويذكر أن جيبوتي تلعب دورا لوجستيا هاما في المنطقة وذلك بفضل موقعها البحري الاستراتيجي الأكثر عبورا في العالم وشبكة السكة الحديثة وإنشاء الخطوط الجوية الجيبوتية وبناء الطريق الذي يربط بين تجرة وبلحو إضافة إلى مشروع بناء خط سريع في جنوب البلاد. وفي مداخلة له أشار الأمين العام لوزارة النقل أشار إلى أهداف هذه الورشة التي تعد استراتيجية هامة لجيبوتي بكونها مركزا لوجستيا هام للمنطقة. دوليا أعلنت رواندا إعادة فتح معبر غاتونا الحدودي مع أوغندا لمدة 12 يوما أمام شاحنات البضائع وذلك عقب غلقه لأكثر من 3 أشهر بسبب تدهور الأوضاع بين الدولتين الجارتين لعدم التوافق في الملفات الأمنية والاقتصادية. وذكرت هيئة الإيرادات برواندا في بيان رسمي أوردته شبكة يورو نيوز اليوم يوم أمس الاثنين: نحن سعداء بأن نبلغ الشعب أنه أصبح مسموح حاليا للشاحنات الثقيلة عبور معبر غاتونا لمدة 12 يوما ابتداء من اليوم. وأضافت الشبكة أن مسؤولين رواندين قالوا أنهم سيتخذوا قرارا بعد أسبوعين بشأن إعادة فتح المعبر الحدودي بشكل دائم. يذكر أن الحدود بين البلدين قد أغلقت في أواخر شهر فبراير الماضي كما تم منع المواطنين الروانديين من السفر إلى أوغندا، حيث أعلن وزير الخارجية الرواندي أن قرار المنع لا يزال جاريا حتى الآن. انقلب زورق يقل عشرات المهاجرين إلى جزيرة يونانية من الساحل التركي القريب في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء وخلف 7 قتلى بينهم طفلان. وذكر خفر السواحل اليوم الثلاثاء أنه جرى إنقاذ 57 شخصا بينهم فتاتان و4 نساء ورجل من المياه. وقال خفر السواحل اليوناني إن عملية البحث والإنقاذ قبات ساحل جزيرة لشبوس بشرق بحر إيجا أوقفت بعد التعرف على موقع كل من كانوا على متن الزورق، ولم ترد تقارير بأي راكب مفقود في هذا الغرق. تحطمت مروحية أمريكية مساء أمس الاثنين بعد اصطدامها بمبنى من عشرات الطوابق في مانهاتن بمدينة نيويورك ما أدى إلى مصرع قائدها.
أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية أن طائرة مروحية تحطمت في بمنا بمنهاتن فيما طلب شرطة نيويورك من العامة تجنب المنطقة. وقال حاكم نيويورك أندرو إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق. وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى. وتابع حاكم نيويورك بالقول إن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد. وأشار إلى أن الأنباء الأولية عن الحادث أثارت القلق لأن صدمة أحداث هجمات 11 سبتمبر ما زالت بالذاكرة، لكنه أكد أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث ناجم عن شيء مشابه. وأخيرا، التعادل السلبي يحسم مواجهة الأرجنتين واليابان في كأس العالم للسيدات. سعيها للبلوغ الثالث النهائي على التوالي في كأس العالم للسيدات لكرة القدم بتعادل سلبي مع أرجنتين راح عندما أطلقت مهاجمة كومي يوتو ياما تسديدة بعيدة المدى، لكن الحارسة أرجنتين فانينا كوريا تسدت لها قبل أن تطابع يوكي سوجاساو الكرة وتضيح بها على عارض. وتجنب فريق المدرب كارلوس بيرو الخسارة الأولى مرة في كأس العالم، حيث خسرت أرجنتين مبارياتها السبت السابقة في البطولة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.